شهد معبر رفح دخول شاحنتي وقود إلى قطاع غزة ليصل العدد الإجمالي إلى 9 شاحنات. كما دخل عدد من المصابين الفلسطينيين وحاملي الجنسية المزدوجة للجانب المصري. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الداعمة للفلسطينيين والمساعدة في خروج مزدوجي الجنسية. ومن معبر رفح ينضم إلينا محمد عبيد موفد القاهرة الإخبارية. أهلا بك محمد، وسأبدأ معك بما الجديد لديك من المعبر. نعم شروق إيمان، أهلا بكما. في معبر رفح اليوم وإجمالية إحصائية إجمالية حتى هذه اللحظات دخل إلى معبر رفح باتجاه الجانب الفلسطيني 49 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية المختلفة والمتنوعة التي أتت إما من مطار العريش الدولي التي أرسلتها عدد كبير من الدول، أو حتى من داخل مصر نتيجة للتحالف الوطني الذي يعمل على مدار الساعة لإدخال هذه المساعدات. الأمر الآخر، أفرغت شاحنات الوقود حمولتها التي بلغت 120 ألف لتر من السولار عادت مرة أخرى بعد أن أتمت مهمتها في الجانب الفلسطيني. فيما يتعلق بالمصابين، وصل إلى المعبر 10 مصابين، وأيضا تم إسعاف عدد منهم على أرض المطار وأرض المعبر عفوا، والبقية انتقلت إلى المستشفيات القريبة ومنها مستشفى العريش العام. فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية، وصل العدد اليوم إلى 500 شخص من مزدوجي الجنسية، تم إجراء إنهاء إجراءات خروجهم من المعبر باتجاه وجهاتهم مختلفة بالتنسيق مع سفارات هذه الأعداد. إضافة أيضا إلى هذا الرقم، هناك 42 شاحنة قد دخلت في صباح اليوم وهي تحمل معدات لإنشاء مستشفى ميداني أردني داخل جنوب قطاع رفح قطاع غزة، وبالتحديد في مدينة رفح الفلسطينية. وأيضا بعد ذلك رافق هذه الشاحنات وجاء بعدها فريق طبي من الأطباء الأردنيين والمختصين للعمل داخل هذه المستشفى، وقد قاموا بالفعل بزيارة تفقدية إلى معبر رفح، وزيارة أيضا مع ولي العهد الأردني إلى مطار العريش للتأكيد من وصول المساعدات الغذائية والإنسانية التي تم إرسالها من الأردن. وما زال المعبر مستمر في استقبال مزدوجي الجنسية والشاحنات التي تفرغ حمولتها. هناك أيضا عدد كبير من الشاحنات ما زال مصطف حتى هذه اللحظات أمام المعبر في انتظار إجراءات انتهاء إجراءات الدخول ومن ثم العبور إلى مرة أخرى. وكذلك أيضا هناك اصطفاف لسيارات الإسعاف على يسار هذه الشاشة، وربما نرى جزء من هذه السيارات الإسعاف التي تنتظر دخول المصابين ومن ثم عمل الإجراءات الطبية الأولية والانتقال إلى مستشفيات العريش، ومن يحتاج منهم للانتقال إلى مستشفيات أكثر تخصصا سيكون في اتجاهه إلى القاهرة. وهذه الشاحنات التي تستعد هي الأخرى للدخول إلى معبر رفح ومن ثم الذهاب إلى الأراضي الفلسطينية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني. إذن من معبر رفح محمد عبيد، أشكرك شكرا جزيلا موفد القاهرة الإخبارية.